الموضوع اللي هنجمع فيه بعد كده التوازن في سوق العمل. النقط المطلوب منكم تعملوا فيها البحث. عندي هنا التوازن في سوق العمل في حالة المنافسة الكاملة، فبنلاقي إن حالة المنافسة التامة في سوق العمل بتكون قائمة على مجموعة شروط زي وجود عدد كبير من بائعي الخدمة وعدد كبير من المشترين، حرية الخروج والدخول من وإلى السوق، المعرفة التامة بأحوال السوق من حيث فرص العمل المتاحة ومستوى الأجور وطبيعة العمل. تاني حاجة مطلوب منكم برضو تجمعوا فيها التوازن في سوق الاحتكار التام للشراء. احتكار تام يعني منشأة واحدة مستأجرة للعمال في سوق وعدد كبير من العمال، يعني منشأة واحدة وعدد كتير من العمال، يبقى هنا المنشأة منشأة محتكرة للشراء وبتأثر على مستوى الأجور. محتاجين كمان تجمعولي التوازن في سوق الاحتكار التام للبائع وحالة تحديد الأجور وترك الكمية تتحدد لوحدها أو بمفردها، وتحديد كمية العمل المعروضة وترك الأجر لحد التلقائي، والتوازن في سوق العمل والتشريعات الحد الأدنى للأجر وتوازن السوق وتأثيرات احتكار الشراء على الحد الأدنى للأجور.